في إطار محاربة الجريمة المنظمة بشتى أنواعها والتواجد الميداني لتأمين المواطن وممتلكاته عبر إقليم المجموعة الإقليمية للدركوطاني بالغواط في عمليتين نوعيتين منفصلتين، وعلى إثر معلومات واردة لأفراد فرقة الأبحاث مفادها تمرير شحنتان من المؤثرات العقلية باتجاه مدينة الغواط من قبل شخصين على متن مركبة نقل جماعي وشخص آخر على متن دراجة نارية، بعد تنشيط عنصر الاستعلامات ومباشرة تحريات مكثفة بوضع خطة محكمة على مستوى الطريق الوطني رقم 1 الرابط بين ولايتي الغواط وغردايا، ما كانت من توقيف 3 أشخاص من جنس ذكر يتراوح سنهم ما بين 24 و 65 سنة، وحجز كمية من المؤثرات العقلية تقدر ب 6135 كبسولة نوع بريغابالين 300 ميليغرام، مع حجز دراجة نارية وأربع هواتف نقالة. الموقوفين تم اقتيادهم إلى مقر الفرقة لمواصلة التحقيق. بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية اللازمة سيتم تقديمهم أمام السيد وكيل الجمهورية المختص إقليميا على خلفية تورطهم في جنحة الحيازة والنقل لمؤثرات عقلية نوع بريغابالين 300 ميليغرام ذات مشى أجنبي بطريقة غير شرعية لغرض المتاجرة، ويبقى الرقم الأخضر 1055 وموقع الشكاوى المسبقة ppgn.mdn.dz في خدمة مواطن 24 إلى 24 ساعة.